الى دم الكلام. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام الهروي رضي الله عنه ورحمه الله في دم الكلام وساق اسناده رضي الله عنه ورحمه الله في كتاب ابن عمران رضي الله عنه ورحمه. قال اتينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله فظننا انه يحتاج الينا فاذا نحن عنده تلامذا. الله اكبر. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه كتب الى الناس انه لا راي لاحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعن جعفر بن عثمان أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لرجل وسأله عن شيء من الأهواء عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والأعرابي قال عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والأعرابي والهما وله يعني لها عما سواهما. يعني انت بقى سيبك كل اللي جاي ده كلهم ضاعوا خلف ظهرك. قال وله عما سواهما. وصف اسناده رضي الله عنه ورحمه الى الضحاك انه قال واليه ناب داود بن علي الاصبهاني في قوله عليكم بدين العجائز. وقال عن الضحاك قال قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله الا من رحم ربك قال اهل الرحمه لا يختلفون. ماشي اتفق الله. قتل الخولاني وبين ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب الى ابنه عبد الملك اما بعد فاتخذ الحق اماما ولا تكن ممن يقبله اذا وافق هواه ويدعه اذا خالف هواه فاذا انت لم تؤجر فيما قبلت منه ولم تنجو من الاثم فيما دفعت منه اذا خالفت وليكن علمك علم الله الذي انزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ودل فيه على محابه ومكاره وعرف الناس فيه امره ودعاهم الى كتابه وهداهم الى كرامته ووقاهم به باسه واوجب لهم به رضوانه وانزلهم به افضل منازل خلقه عز وجل هو العلم الذي لم يجهل من علمه ولم يعلم من جهله فآثره على سواه فانتهي عند زواجه فإن ذلك يحق على من علمه واتبع طاعة الله فيما أوصى به هو نور الله الذي أنزل وهدى به أولياءه ومن لم يكن له حظ فيه لم ينتفع بشيء منه وكان في ظلمة ما بقي في دنياه. جزاكم الله خير. الإمام ابن مهران يقول أتينا عمر بن عبد العزيز فظننا أنه يحتاج إلينا فإذا نحن تلاميذه. إيش فيها؟ فيها ثلاث مسائل. إيه الثلاث مسائل؟ فين إسناؤه؟ فين؟ الثلاث مسائل إسناؤه. لقطة المجدان لقطة. الله إيه دي كده أنت جبتها منين دي؟ يعني مش الأصل هنا. اتفضل إيه الثلاث مسائل؟ حديث إيه؟ الحديث من المهران قال أتانا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه يعني حسبنا أنه يحتاج إلينا وردنا أننا عنده تلاميذ. مش ممكن اللقطة تقف. يا مصير على ولي الأمر أن يكون عالما. الأمر الثاني هو مش وجوبا يعني لكن هي من شروط من ليست وجوب. الأمر الثاني ولو كانت شروط وجوب على ما قال الموردي فهي ليست شروط صح. الأمر الثاني فضل أهل العلم أنهم دخلوا التعليمي او خلاص لقطه فتح لك الموضوع. الحمد لله. يعني انت عندك حاجات جديده كل المجلس راح. اتفضل اتفضل. اول حاجه الاعتراف بافضليه الفاضل. الاعتراف بافضليه الفاضل؟ ازاي؟ صاحب فضله قال وحسبنا ووجدنا في الاخر اننا عنده تلاميذ. ممتاز ممتاز. ثاني حاجه عدم يعني بس حقا الفائده التي اتى بها فائده رائعه. ارسمها وانا افهمها. ارسمها خلاص خلاص ارسمها عشان الوقت. خلاص انت جبت اللقطه خلصت المساله جت معاك. شوفوا اول شيء مهم جدا ولي الامر لا نجاح له ولا سداد ولا فلاح ولا رشاد الا ان يلتف حول العظمى. لا يمكن أن يكون موفقا مسددا إلا بالعلماء وإلا سيزول ملك سيزول ملك وأيضا لا يزول على السوية يزول على العجاج. فعمر عبد العزيز شوف ما في أول ما استلم الخلافة جمع العلماء
امر عون العزيز ان يدون ريشه السنن، امر الناس جميعا بالتماس السنن والتماس السلف الصالح وعدم البعد عنه. ده اللي حصل، ما حصل شيء، ده اول شيء. فهو جمعهم يجمع الفقهاء، فيكون هنا ولي الامر يجب عليه في كل شهر، في كل اسبوع، في كل اسبوعين، في كل شهر ان يجتمع بالعلماء، العلماء الخلص، العلماء الخلص. وما تأتيني تقول لي ما هو العلماء وفي من نفاق، ما فيش عالم منافق. إذا قلت عالم بحق هذا ممن اصطفاه الله جل في علاه، مفهوم في العلماء الخلص. الأمر الثاني، الأمر الثاني ما أمرهم شورى بينهم، يعمل سنة على عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستبدش، ما يقول ما أريكم إلا ما أرى وما هديكم سبيل الرشاد إلا سبيل الرشاد. وأيضا يعني لما قال ذلك وهم نحو ما قال ذلك، قال لهم فصدقوه، ده بقى شغل الكوحيد. فقال لهم فصدقوه، قال إني أخاف أن يفسد، أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض. ده على مين؟ ده فرعون بيقول على مين؟ فرعون بيقول على موسى سيبدل لكم ويظهر في الأرض الفساد. والكوحيد عملوا إيه؟ تصويت. حتى قالوا بقى إيه؟ لعلنا نتابع السحرة كانوا مغلق، ما عندناش بكده، ما هي يا صحرة كذا كسبوا يا كسبوا، ما هو مفيش اتباع غير للصحر، يبقوا هم يغلبون. فهم كيف؟ لذلك الله تعالى حتى ما جعلش، ما جعلهمش تابعين فقط، لسخط عليهم أكثر منه. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا. يبقى إذن وافق شنن، ما تجيش تقول لواحد فتنوه، هو مفتون، هو يريد ذلك، عمله هو يريد ذلك. وما هم إلا أسباب ليغزله الله ويغزلهم به ويكونوا مع بعض في هذا الباب. فذلك عمر بن عبد العزيز كان عام ونص الذئب حرس الغنم، معجزة لا تراها، الذئب حرس الغنم. طب أنت ممكن تقول لي طب عمر أعدل منه، ما ورداش هذه الكرامة. قلنا لأنه جاء إيش؟ جاء في ظلمات بنو أمية، ظلم الناس ظلما بينا، وأضاعوا الصلاة عن وقتها، تخرجوه عن وقت الأصل لها، وذلك النظام قال يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. أفلنا بيته مسيب، قال لا ما صلوا ما أقام فيهم صلاة. فظهر عدل عمر من أجل ذلك، لأنه يعني سلفه كانوا إيش؟ من أظلم الناس. عمر عبد العزيز نفسه اللي قال الميزان، قال عبد الملك بن مروان، قال له لو جاءت بنو أمية، لو جاء الناس كلهم بكبائرهم وصغير بكل المعاصي، وجاءت بنو أمية بالحجاج واحد، لا رجحت كفة بنو أمية في السيئات. شوف 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 وجه كلهم، كل كبائر الناس ها وصغير لا يسوون شيئا في ظلم الحجاج. لذلك الذهبي قال هذا رجل نتقرب إلى الله ببغضه، ونحن والله نتقرب إلى الله ببغض كل ظالم، ولو كنا نحن ظلمة، نحن ظلمة أيضا لأن معاصي نظلم بها، لكن نحمد الله أن الله يجعلنا نستغفر، يجعلنا نفعل طاعة يعني تمحو، ونحن في معاصين لسنا ملائكة، هنعيش في الأرض لسنا ملائكة، لكننا نقلل قدر ما استطعنا ونتقي قدر ما استطعنا. لكن ورب العز وبالله والله وتالله إنا نتقرب إلى الله ببغض كل ظالم، وندعو له أن يهديه الله، حتى لو كان أبي، لو كان أخي، لو كان ابني، لو كانت زوجاتي، كل ظالم نتقرب له ببغض، لأن الظلم يعقبه عقوبة عظيمة. كل ظلم وطغيان عقوبته فادحة، وأعجل العقوبات على الإطلاق هو إيش؟ ها هو الظلم، الظلم. لذلك الله تعالى قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. الأمر الثاني المهم جدا معرفة الفضل أهل الفضل. أشار مروان هذه الفائدة الرائعة أنهم اعترفوا بفضل، قال فكنا عنده تلاميذ، هم دول جهابيس الناس من مهران وأطرابه وأقرانه، كانوا فحول الوسط، دخلوا على عبد عمر بن عبد العزيز فوجدوه إيش؟ بحرا علما نحريرا، وكان يراجع العلماء في هذا الباب. الأمر الثاني وهو أنه يعني على العالم ألا يرى نفسه، لهم قالوا دخلنا نحسبه إيه؟ يحتاج ماذا فعل الله له بقى؟ تذكر موسى عليه السلام، من أعلم الأرض؟ قال أنا، هو يقولها على أساس أنه هو النبي، هو خير مواطئ التراب. شوف أنت بالإجماع دون أن يوحى إليه، لو سألنا أي أحد
من أعلم أهل الأرض في 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 زمن موسى ماذا سيقول؟ موسى واحد كل عزم من الرسل. فلما قالها واعتقدها وما لم يرد الأمر الرب جل وعلا وش اللي حدث؟ لا الخاضر أعلم منه. أنا لا أنا ما عجبت من هذه، أنا عجبي الأشد منه هو أنه خضع في وقتها ولهنا في وقتها ثم علم ما يريده الله منه. ماذا فعل؟ إليه الآن أي مميز الشعار الموجود في الوسط الملتزم أو الهولك الآن وفي العوام طيب وفي الدول، أي مميز بالنسبة للوسط الملتزم غموه اهبلوه سرحوه فرحوه، المهم الهو ده عشان هم رحمة بس عشان ما بقاش أكتر من كده، بسوه ودعوه على جنب اضربوه، المهم ما يظهرش تمييزه. ده الوسط الوسط الملتزم المميز. العوام اللي هو يعني كبراء الأغنياء أو كده يقول رحلوه، اسرف الشيخ اسرف المميز أو الكلمة اسرف المميز، غير هؤلاء اطمسوه اطمسوه ظهوره سيتعب كل الموجود اطمسوه. لكن شوف هنا لما قال له اعلم منك ماذا فعل؟ خضع نزل ذهب. فانت المفروض انت في الوسط الملتزم يا رجل قل متقي الله قل فلان عالم، لا تقول على احد اعلم منك، ما فيش مشاكل مش مشاكل، سيبها بقى بينك وبين الرب. لان قل هذا يأخذ منه العلم، هذا طالب متقن يدخله، وعندنا مستويات فوق هذا المستوى بمراحل. لا ما دي مستويات، اما نعيم نعمين عندهم مستويات رائعه على هذا المنوال. فاهم؟ كذاب كذاب، ويحزن اقول انت كذاب، انت اصلا كنت بتسمع نعيم عاكي، ما كنت بتسمع يعني احد من وصل العلم. فانت قل طالب علم بطل عالم بس، وقل ده واعي داعي ماشي مش مشكله، ما تقدمش نفس على حد عنه. لكن تقول ما فيش إلا 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 أنا، ده هذه مصيبة. لك موسى ما تفعل ده، راح قال له أن تعلمي ما علمت إيش، رجل ستجدوني إن شاء الله خاضع خاضع صابر في هذا الباب في هذه. فهو لما حسبوا أنهم أعلى أعلى من عمر الله بيان لهم النقي بقى عمر إيه، قال كنا عنده التلمذة والاعتراف طبعا بذلك اسمه ايه نبل خاص عند العلماء. وعمر يعني شوف قال قولي علينا كتاب عمر العزيز إلا من رحمة ربك، قال أهل الرحمة لا يختلفون، قال أهل الرحمة يختلفون. ده معنى ايه؟ ايه علاقته باللي احنا فيه يا رب؟ انتوا انا حرام عليكم عشان ما موتش ابو خاري، انا هكسر تليفونك ابو خاري اكسره يا استاذ ماجد، ماجد باشا يا ماجد يا ياسر اتفضل سبوت عرش العالم ايه جمال ده جزاك الله خير، بس مالها ومال احنا فيه؟ قال الا من رحم الله، قال اهل الرحمه لا يختلف. امير اتفضل يعني قريب 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 ساعه، مش عايزين نشد عليك عشان لسه انت جديد في المجلس، خلينا نشد على نعم باخد اللقطة اللقطة والفهلوة داخل الباقي في الفهلوة. تفضل قريب إلا من رحم الله. فين وصف؟ فين فين ماشي اختلاف العقدي مذموم ماشي ده صحيح ممتاز، حتى لو اختلفوا من يفسد لود قضية، بس كل ده تفسير الكلام. وأنا بقول ما مناسبة هذا عندنا في هذا الباب؟ أراد أن يقول أهل الأهواء أهل اختلاف، أهل الأخواء الأهواء أهل اختلاف، وأهل السنة أهل اتفاق. قال إلا من رحم الله، قال رحمهم باتباعهم للكتاب والسنة، هذا مناسبته معنا في ذم الكلام. أراد أن يقول انتبهوا استيقظوا، أهل الأهواء أهل اختلاف وأهل السنة جعلناها علامة الـ جرح إذا جلسوا خمسة طلعوا سبعة، إذا دخلوا سبعة طلعوا 13، إذا طلعوا 13 طلعوا 25. خد بقى الظلم بقى اللي مني
عشان انا بقول لا تلوموه، اقول لك ما تخالي ما تخالي. وبعد كده لما اقول العمل شرط شرط صحه، خد بي خد بي دخل بقى ضروري مدخلي مخرجي هو هذا ده اللي عايش ليه شويه هبل ما عندهمش علم ضعفه جهاله في النطق عايز يخلص يخلص ازاي بالكلام ده سروري حروري حزيني مدخلي بعد كده في نوبي فاهم وسوداني يعني هيقشروه كل شويه هي ده اللي عنده ده اللي عنده لانهم لا يعلمون علما ما يفقهون شيئا وما عرفوش الثقة العلمي وضوابط العلم التي تضبط العلماء ومنهج المنهج الصحيح. فأنا أشوف قال إذا اجتمعوا اتفقوا، لكن المبتدعة إذا اجتمعوا تفرقوا. زيد بدع عمير ونحير وحسير وربيع. طيب قام نحير فبدع زيد، فقالت تبدعني فبدع عيلة زيد، عيلة زيد بدعت عيلة ابن عمه، بدع ابن أخوه، ابن أخوه بدع ابن خالته، ابن خالته بدع ابن الجزائرية، ابن الجزائرية ما سكتش، قال لك طب انا بقى بدع ابن المصرية وابن المغربية، قال لك طب انا انتوا جيتوا على مصر طب انا هوريكم بقى ما تلعبوش مع مصري، ما تلعبوش مع مصري ابن النوبية هذا لا يبقى شيء. وعمال اقول لك يا ابني انت ما انتش فاهم ولا حديث ولا فقه ولا عندك اصول، بتتكلم كمان في الناس وبكاتب هذه المسألة. المشكلة في الوسط اللي عايشين فيه هذا هو الضعف العلمي القاتل، عدم التأصيل والتأسيس، فاهم؟ بعد كده الأهواء تتحكم. فهنا بيقول أهل الأهواء مختلفين، فأنت كل ما تلاقي جماعة عمالة تنشطر وفي اختلافات اعلم أنهم أهل بدعة. انت الجماعة مهما علت خلافاتهم فهم في نفس الضابط والإطار، فاعلم أنهم من أهل السنة. قال إلا من رحم الله، قال أهل الرحمة لا يختلف، أهل الرحمة لا يختلفون. وكتب إلى ابنه عبد الملك أما بعد فاتخذ، قال فاتخذ الحق إماما. شوف انظر اتخذ الحق إماما، أنا أقول لك وعلى مسؤوليتي وأحاسب بها عند ربي، فإن جهلت يعني يكون الحساب عسير، لكن ستكون الحجة الله يلهمها لي أمامه. تتبع الحق في كل ما جاء فيه الأثر سجد الكتاب والسنة فقط، ما فيش حق غير في الكتاب والسنة. أنا لست ممن ينفي القياس، لأنه القياس الحق على معاني إيش؟ العلة المنصوصة، هذا هو. أنا لا أقول إن القياس في العلة المستنبطة حق على حقيقته، قد يقارب الحق، نهايته اجتهاد. وقوة الحق لا توجد إلا في الكتاب والسنة. يا داود إنا جعلناك على يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بإيش؟ بالحق. شوف هنا جعلها على ايه؟ على قسمين عشان تعرف الحق. قالوا الحق ما فسرهاش، فسرها بضدها، وده ايضا بتوع المجاز بقى وكلام ده كلام. التفسير بالضد، التفسير بالضد بالضد يحتاج الى سحب في الاستنباط، لكنه عمق استدلال. يا داود ان جعلك خليفه فلا تفحكم الناس بالحق ولا تتبع ايه؟ الهوى. يبقى جعل الهوى مقابل ايه؟ يبقى ايضا اين الحق؟ الوحف. احسنت، كل هوى الى الردى، ولا حق الا بالوحف الا بالكتاب. اذا قال اتخذ الحق اماما ولا تكن مما يقبله اذا وافق هواه ويدعه. ان عمر العزيز يتكلم عن 2024 2024 اسمعوا 2024، فقال ولا تكن من يقبله، يعني يقبل ايه؟ اذا هو ايه ده بقى سمعته انا باذن اول ما يجيب كلمه موافقه لما يتمنوا. وهذا العالم الرباني، هذا الصائم القائم، هذا الذي اذهل الناس به، اتعب كل من بعده. بعدها ب 15 يوم اتى بمساله فخالفهم في الفتوى، انه متلاعب، ان فيه هوى رايناه منقلبا، فاهم؟ بالضبط يهود، شغل اليهود، شغل يهود. خيرنا وابن خيرنا حبرنا. طب لو أسلم نعوذ بالله، دخل قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا حقير يا ابن لسه خيرنا انقلب. قال لك القلب المكاني موجود في اللغة العربية، شيل النقط وتعرف حقيرنا وابن حقيرين، خيرنا ابن خيرنا، حقيرنا ابن حقيرين. هكذا اليهود قوم بهت، ومن كان له في سمة من هذه السمات له سمة من صفاته. قال لا تكن من يقبله إذا وافق هواه ويدعو إذا خالف هواه.
فإذا أنت لم تؤجر فيما قبلت ولم تنجم الإثم فيما دفعت منه إذا خالفك. شوف شوف قال في الحالتين أنت عند ربنا مسموم. ودي بقى دي خطر علينا إنه 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 لازم يفتش في نفسه لما قبله قبله لما عشان موافق. زي كده اللي بيتعبد عبادة هي ماشية مع هواء العبادة المخالفة يطرح بالضبط. فقال أنت في الحالتين آثم لأنك لما قبلت ما قبلتش على إنه إيه أنه هو الحق الذي جعله الله جل في علاه فلله، ولما خلفت خلفت عشان خلف هواك. دي معناها ايه؟ معناها ايه يا محمد؟ ممتاز، قريب جدا من الذي اريده، لكن هي قريبه جدا. موسيقى يا استاذ بحيره ماشي يا صاحب اللقطه الصغيره. ممتاز. قال الله تعالى افرايت من اتخذ اله هواه افانت تكون عليه وكيل. يبقى ايه بقى المساله؟ المحرك الرئيسي هو ايه؟ الهوى. وده عطب الوسط الملتزم السلفيين، الهوى هو المحرك الرئيسي. الهوى والعام في المصريين بقى تعرفونا، اذا حب واحد طلعوه في السماء ابغضونا نزلوا في سبع عرض. قال وليكن علمك علم الله جل في علا الذي انزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ودل فيه على محابه ومكاره، وعرف الناس فيه بام امرهم، ودعاهم الى كتابه، وهداهم الى كرامته، واقام به باسهم، واوجب لهم به رضوانه. يعني قال كانه في كلمه واحده نصح ونصيحه واحده، وش هي؟ الزم الكتاب، الزم الكتاب والسنة، الزم الكتاب والسنة، لا تفارق الكتاب والسنة. قال فقال قال وهو العلم الذي لم يجهل من علمي ولم يعلم من جهلي فأثره على سؤال وانتهي عن زواجري. الأمر باتباع أوامر الكتاب وزواج الكتاب، فانتهي عما نهاك عنه. قال واتبع طاعة الله فيما أوصى به، ونور الله الذي أنزل وهدى به أولياءه، ومن لم يكن له حظ فيه لم ينتفع بشيء منه، وكان في ظلمة ما بقي في الدنيا. معناها مفارقة القرآن ضلال، ومقارنة القرآن نجاة، ملازمة القرآن نجاة، ومفارقة القرآن ضلال. أعوذ بالله من الضلال. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أمين أمين. ما هو عشان الوقت، أحسن الله عليك أنت كمان أخويا. يا سلام، الله أكبر. تفضل يا أستاذ كرامات، أنت مش لقطة بس، مروان كرامات تفضل. عدم تقديم الأشخاص إلا بعد الاقتراع على البضاعة التي يروجون لها. يا سلام، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ حلوة. لا حلوة حلوة، جزاك الله خير. شوف أنا أقول لك لازم هذا الرجل، لا تترك لا تترك. ليس السبيل، ليس النبي الذي لا يزل لن تجده، إنما النبي من إذا زل ورجع رجع. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.